السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم حلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه في رب. بدي اليوم صورتوا لحدث الذكرى الثالثه لسكاي. هذا الحدث الى الان ما اتحدد متى يجي، لكن ذا الحدث كثير حلو، حتكون فيه فعاليات كثير حلوه واغراض جديده، وكذلك في نفس الحدث هذا في فعاليات تيجي كل ساعتين او كل 4 ساعات داخل منطقه الحدث، تمام؟ فأبعطيكم نبذة بسيطة عن موعد الحدث في السنتين الماضية، اللي هو حدث الذكرى الأولى والذكرى الثانية. حلو، في الذكرى الأولى جاء الحدث في يوم اللي هو 13/7 واستمر إلى يوم 19/7/2020، فكان مدة ذا الحدث أسبوع فقط، تمام؟ وجاء الحدث للمرة الثانية في يوم اللي هو 12/7 واستمر إلى مدة 14 يوم، وخلص في يوم اللي هو 25/7/2021. الحدث الثالث ده اللي جاي لسه ما اتحدد، ولو تلاحظوا ان الحدثين في السنتين الماضية كانت تتشابه، كانت يعني في نفس الشهر وبينهم كذا يوم. فالذكرى الثالثة إلى الآن ما اتحدد. حلو، فأنا جالسة أعطيكم ايه نبذة بسيطة عن موعد، هم دائما بيكرروا الأحداث تقريبا في نفس الموعد، تمام؟ طيب، هذا الحدث هيكون في منطقة دائما مكررة، اللي هي منطقة كبو المعرفة، اللي هو في داخل المكتب. حندخل بوابة كبو المعرفة ونتوجه لجهة اليسار، حنحصل كده داخل الجدار مكان مفتوح، حندخل معاه ونتوجه إلى المكتب. بنضغط على شارة الشات الخاصة على علامة البوت، هنضغط عليه ويبدأ يتحدث معنا المرشد، وحندخل للمكتب. أول ما بندخل للمكتب حنحصل إن الاحتفال موجود في الأسفل وموجود في أعلى المكتب كذلك. في الأسفل راح نحصل إن المكان مزين ببالونات زرقاء وكذلك أعلام ملونة، فزي ما تشوفوا المكان مزين بسفن طيران صغيرة، وكذلك في هنا لو توجهنا حنحصل اللي هو قطعة بيتزا عائمة، حنتوجه إلى دليل الحدث، فهذا هو دليل الحدث اللي بيبيع المكتريات المجانية. طيب، مكتريات هذا الحدث اللي هو ورقة موسيقى عيد الميلاد وداعمة اللي هو علم عيد الميلاد وداعمة السياج المضيئة والبالونات، وأخيرا اللي هو داعمة المدفع، فطبعا هذكر لكم أسعارها بعدين. وكذلك هيكون في دليل آخر بيبيع اللي هو مقتنيات المدفوعة اللي بفلوس، اللي هو حنتوجه لجهة اليمين، حندخل مع ذا المدخل حنحصل واقف، فحنضغط على علامة الشات حيبدأ يتحدث معنا، حيظهر لنا علامة الهدية، حنضغط على علامة الهدية وحيظهر لنا اللي هو الغرض المدفوع، اللي هو الجسار الكهربائي الخاص بالذكرى الثالثة. فزي ما تشوفوا سعره كم؟ 29 دولار، يعني تقريبا سعره 30 دولار. فالجسار هذا باكج ومعه شموع. أما بالنسبة على السطح راح نحصل في منصة كبيرة، في طاولات كذلك، وفي عربة آيس كريم، وفي كذلك اللي هو السياج المضيء مزين في المكان، وأخيرا الأرواح والضيوف أكيد، وكذلك هنا عربة الآيس كريم بتبيع اللي هو تعويذ المجانية الخاصة بالجيتار، وكذلك تعويذ لكعكة الميلاد تقدروا تشتروا منها، تمام؟ ومر عليها كل أسبوع، وكذلك على هذه المنصة بيقام حدثين، تمام؟ في توقيتين مختلف. فالحدث الأول اللي هو بيجي عند بدء وقت التعيين ويتكرر كل ساعة، يعني 24 مرة حنشوفه، وهذا الحدث مدته فقط 90 ثانية. بتيجي أرواح، تمام؟ بيحتفلون وبيغنون، يعني هو احتفالات، تمام؟
ففقط بس أوريكم جزء منها حتى تتحمسون أنتوا وتشوفونه بعدين. أما الحدث الثاني بيجي بعد وقت التعيين بعد 4 ساعات، يتكرر كل 4 ساعات إلى نهاية اليوم. سالفة داء الحدث الثاني بيكون فيه إصدار غير مرئي، تمام؟ بيعطيك تعويضة، يعني إذا أنت دخلت داء الجدار أو مريت من الجدار داء بيعطيك تعويضة تصغير، كذلك بيغير شكلك للي هو الروح الضيف اللي على المسرح تشبه له. مدة الحدث الثاني تقريبا 5 دقائق وينتهي. فعلى الجانب حطيت لكم مواعيده ويلا تشوفونه. حلو. من المقتنيات المدفوعة الخاصة بالذكرى الثالثة لسكاي اللي هو الجيتار الكهربائي. هذا الجيتار سعره 30 دولار تقريبا، مع هذا الجيتار اللي هو 115 شمعة عادية. فللعلم هذا الجيتار بيبقى للأبد، تمام، وما يروح في المتجر. فزي ما انتوا تشوفوا وتسمعوا ان هذا صوت الجيتار نفسه بالضبط زي الصوت اللي هو جيتار موسم الأداء اللي هو اللي مع أحد الأرواح. وكذلك تعليق أحد المشرفين قال إن صوته بالضبط نفس اللي هو صوت جيتار موسم الأداء، فيعني ما أشوف له داعي أبدا، ما أشوف له داعي أشتري. فحتى شو ما بتروح، يعني مي جالسة. طيب، من المقتنيات المجانية اللي هي تاج عيد الميلاد وسعره 3 قلوب، ورقة موسيقى عيد الميلاد وسعره 3 قلوب. المعزوفة دي كثير حلوة وتستاهل الصراحة، بنقدر نعزفها مثلا عيد ميلاد صديق بنتعلم عليها. داعمة علم عيد الميلاد وسعرها 20 شمعة، داعمة السياج المضيء وسعرها 20 شمعة. فالسياج المضيء كثير حلو، أحسه بيضوي ونوره أقوى. البالونات الزرقاء وسعرها 30 شمعة. وأخيرا داعمة المدفع وسعرها 20 قرش. بالنسبة لداعمة المدفع كثير حلوة، لكن فيها عيب واحد فقط، اللي هو إنك في كل مرة بيضرب لازم انت تشعل، فالموضوع يتعب. وكذلك ما اقدر الحق اصور، لما باقف خلاص بيدو ايه خلص ولازم ايه ارجع اشعله، فعيبه في كل مرة بيضرب لازم ايه انت ترجع وتشعل المدفع حتى يضرب مرة ثانية. بالنسبة لتعويضات الكيكات، الكيكة الصغيرة سعرها 2 شمعتين، والكيكة الحجم الوسط سعرها 4 شمع. كذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو،
فالصراحة يعني يا ليت ما تشتروا الجيتار الكهربائي، يعني الصراحة صدق غالي سعره، وكمان نفس الصوت موجود في الجيتار اللي احنا مشترينه $9 فقط. يعني انتم مستوعبين؟ نفس الجيتار ونفس الشكل تقريبا، فقط الفرق ان واحد اشترناه $9 والثاني ذا $30 ومعه 115 شمعة. فالشموع نقدر نجمعها، يعني كل يوم لو جمعنا في اليوم الواحد بنحصل تقريبا 20 شمعة أو 21 شمعة ونقدر نوصل. فسعره مرة مبالغ فيه، مرة بالغ فيه وفقط. فأتمنى أنكم تسمعوا نصيحتي، ولا تنسوا أن كل شيء قابل للتغيير قبل نزول في الإصدار المباشر، سواء كانت تسعيرات الأغراض أو كانت المواعيد الحدثين اللي ذكرتها لكم. فلو عندكم سؤال أو استفسار لحدث ذكرى أساس السكاي غير عن سؤال اللي هو متى موعد الحدث اللي أنا ذكرته في أول فيديو وقلت إنه لسه ما تحدد، حلو؟ وفقط أتمنى لكم يوم لطيف وأشوفكم على خير. مع السلامة، سيو، أحبكم.